ومن بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي الأعزاء. حلقة جديدة من مجربات من التاريخ، والحلقة النهاردة يا جماعة هتكون عن الوش بكل مشاكل، تجاعيد، خطوط رفيعة، هالات سودة، بقع سودة، كلف، بهاء، نمش، كل حاجة. وفي الاخر برضو هيبقى في مفاجأة معانا، هي ان مفيش حد هيعمل بوتكس تاني. وكنت عايز بس افكركم بحاجة، انا ما بدخلش على جوجل وما بخشش على النت واجيب كلمتين عشان خاطر اطلع اول وصفة في الحلقة وشكرا على كده. لا، انا كل الكلام اللي انا بطلع اقوله بطلع اقوله عن ثقة، لان انا جايبه من ايد الناس اللي حطت الطب اساسي، تمام؟ وكل ومجربة قالوا عليها هم متأكدين منها واثقين فيها 100%. فانا برضو حابب ان انا اقول للناس اللي هي مشتركة معانا ان هم يتأكدوا ان هم فاعلين الجرس عشان يوصلوا بكل جديد ونقدر نفيد بعض. والناس اللي هي اول مره تشوفنا برضو حابب اقول لهم يا ريت ندوس اشتراك او سبسكرايب وفعل الجرس الكل او اول علشان يوصلهم كل جديد. ولو الحلقه دي مش هتفيدهم اكيد في حلقات عدت ممكن يستفيدوا منها، في حلقات جايه ممكن يستفيدوا منها. النهارده بقى نتكلم عن الوش، وهنمسك قسم قسم كده نتكلم فيه. أول حاجة هنتكلم فيها، وهي طبعا تعتبر أصعب حاجة وبتأذي الناس كتير نفسيا، بس هي مجرباتها كتير وعلاجها أكتر. واللي حابب يتعالج من حاجة يا جماعة وعنده نية الشفاء فعلا فهو هيتعالج منها بإذن الله. هو أول حاجة هنتكلم فيها هو البهاء. طبعا البهاء ده من أصعب الأمراض اللي بتصيب الوش والجسم عموما. هو البهاء له معانا كذا مجربة احنا ممكن نتكلم فيها. أول حاجة لعلاج البهاء ترمس. الترمس بقى لو جبنا الترمس وغليناه في مية وأخدنا المية دي بعد ما غليناه فيها وبردناها وكل يوم غسلنا الأماكن اللي فيها البهاء بمية الترمس وسيبنا المية دي لحد ما تنشف، مع الوقت البهاء ده بيضيع تماما. طبعا مجربة بسيطة جدا وممكن أي حد يعملها ومش هتكلفنا حاجة ومش هنخسر حاجة، ولو عندنا نية الشفاء والنية اللي احنا نتعالج منها فهتعالجنا بإذن الله. تاني حاجة التوم. التوم لو اتدق مع عسل نحل نقي واتدهن بيه الأماكن المصابة بالبهاء، يعني اتساب زي ماسك عليها يعني لمدة ساعة، ولو قدرنا ساعتين يبقى خير وبركة طبعا، بيقضي على البهاء تماما، غير ان هو بيقتل البكتيريا اللي بتساعد على حد الشباب. البهاء برضو في حاجة اسمها حب الرشاد. حب الرشاد بقى لو الدق ناعم جدا واتخلط بالخل، بس الخل لازم يكون خل كويس، بيقضي على البهاء برضو تماما. ولازم يبقى معانا حاجة غريبة كده في الآخر، لأن طبعا مجرباتنا نبات وطيور وحيوان. في طائر اسمه طائر الخطاف او الخطاف، ده الناس اللي عاشه في الخليج تعرفه اكتر، هو بيتواجد في الدول العربيه اللي هي الحاره اكتر. ده الزبل بتاعه، سوري يعني الزبل بتاعه لو اتاخد واتدهن بيه الاماكن اللي فيها بهاء او كلف قضى عليها تمام. الفول بقى يا جماعه،
الفول الني دوت، وجبنا الفول وده ناعم جدا مع البصل، واتعجن بالخل واتعمل بيه ماسك على الأماكن اللي فيها إصابة سواء تلف أو بهاق أو نمش، التلاتة بيعالجوا. ولو في أي مشكلة في الوش مجربة دي بتعالجها. ومعانا بقى عشان علاج النمش، لما النمش بيبقى كتير في الوش بيبقى غير مستحب، ففي العصفور. العصفور طبعا كلنا عارفينه، يعني مفيش حد ما اكلش العصفور مع الليمون المخلل. العصفور ده بقى لو اتخلط مع عسل نحل ابيض نقي ودهن به النمش او الكلف، قضى عليه تماما. جوز الطيب، جوز الطيب لو اتدهن بيه الوش، وبعد ما اتدهن بيه الوش بشوية غسلناه، قضى على النمش والكلف الاتنين مع بعض. مش عايز اكون طولت عليكم النهارده، وطبعا الحلقة كده هيبقى ليها اكمالة نعالج فيها بقية مشاكل الوش. هنعيد بقى عبد الشباب دكتور بيضة، ونقول على المفاجأة اللي هي بتاعت البوتكس. نخلي الكلام ده في الحلقة الجاية، وما ننساش بقى اللي بيشوفنا لأول مرة يا ريت اشتراك وفعل الجرس، وأشوف وشكم على خير، وأرجو إن أنا أكون بقدر أوصل لكم الإفادة وساعدت بيكم. السلام عليكم ورحمة الله.